ايش اوقع؟ ما لكم؟ ليش تحببتونا من التربيه كذا وتشونا وقع؟ مو بينكم؟ وقع على المدونه الوظيفيه. ايش من مدونه؟ وبعدين مالك هكذا لابس مبهذل؟ ما والله مصلحة حارسي مدرسه. وقع هيكسروا لك فك. وقع. مالك استعجلت؟ شفت؟ ما تمشي الا باللط. انا ايش اوقع؟ انت داري على ايش وقعت؟ لا. قرأ. والله ما وقع. بص. والله ما اوقع. مهما يكون الامر والله ما اوقع. وقعت. كيف ما وقعت؟ ها؟ تكذب. اكذب ايش؟ قسما بالله انكم مجرمين، انكم عيال الله يلعنك ويلعن السيد حقك، لعن اوتوماتيك، كل ما تزلوك ترجع من جديد. خلق. فكوني. أطهر بشر لترجمه معنى الحياة الصادقة هذا ما بدينا جديد. وين المدير الأول حقنا؟ مري تاعب غايب. انتقل إلى رحمة الله. حياك الله. الله يحييك. وأنت وين حقك الحمر هذه أنا والحركة؟ لا أنا هذا جيت من البلاد. مشوا عليك من هذه المواضيع. وقع. على إيش أوقع؟ وقع ومشوا عليك. على إيش؟ أنا المدير الجديد. وانت مدرس تبعي خلاص وقع. ليش عاد تفلسفك توقعوا كلهم؟ وقع سكته. طيب المدونه الوظيفيه وقع. ايش دخل امك؟ وقع وبس. انا المدير حقك خلاص وقع. بيني اقول لك توقع. مشوا عليك من المواضيع هذا. وقع. اقرا. اتقي. وقع. وقع. هذا حيقرا ويأخرنا ويتفلسف. وقع. حيقرا. انت من جايز خلق الله. وقع. اقرا. قلنا وقع. انا استاذ اقرا. ما وقعش على حاجه ما نشتري شيء. هذا حيقرا. وقع. وقع. شوف انا المدير الجديد. انا عاد انا جيت من البلاد واتقلبي دحي. وقع احسن لك. وقع. وقع. يا اخي لا تمدمدوا شيديكم. تمام. وقع. ما عاد شيدينا. وقع. لا تمد ايدك يا اخي. وقع يا اخي. ما حد عيد. انا خلاص ما فاجئك معه. يلا. وقع. خلاص ما شامت شيدي. وقع. يلا. وقع. خبي قلنا لك لا تمد ايدك. تمام. ها وقع. يا هذا عايقرا. وقع. وقع يا اخي. انا ما نش مع الحوثيين ولا انا حوثي اصلا. لما تجي تلزمني بمدونه وظيفيه وتعهد لك ان انا اكون مع المسيره ومع القائد داعشي. داعشي وعدك عايش. اذا ما وقعت واذا مش انت قابل بهذا ومش انت مع المسيره يعني انت ضد المسيره. داعشي مع العدوى. يا اخي ليش خليني انا داعشي؟ ما نش داعشي. كلم هذا انا اكسره والله لك سريده. والله هذا المشرف حق المنطقه كلها. وقع احسن ما يقرح راسك. وقع يا اخي. انا مؤتمر. اها مؤتمر. أنا يعني عدوه. انا عملي ذا الحين. انا اصلاحي. يعني عدوه. عملي ذا الحين ان انا احافظ على الموظفين حقي وانت من الموظفين حقي. وقع واسلم جلدك. يا اخي انا ما نش معك في المسيره. انتوا هنا قلتوا حريه والواحد يختار ايش ما يشتي. حريه عند امك. وقع. وقع. اذا انت مش مع المسيره يعني انت ضدها. يا اخي هذا قدي طائفيه قد انت. وقع. وقع. الناس مريعي. سريع. وقع. سريع. ها ولا ما وقعت؟ جلسك كارحي. هي الامر بسيط. اذا ما وقعتش خلاص امشي لي. تمشي لك. انت امشي لك. انت امشي لك. ترمي على العدوان. ما عجز في بيتنا. انا معاكم من اول. تدي احداثيات. ممنوع. وقع. يلا. وبعد اجلس في بيتكم. وقع. يا اخي ما هيش هكذا. سري. وقع. وقع. انتوا قلتوا لنا هنا انه انتوا جيتوا تحكمونا مش يعني تحكمني. تحكمني مش انك تخليني اصلي على مشديك وتخليني افعل نفس تصرفاتك وزع مثلك وتنفس مثلك واقرا مثلك وافهم مثلك. لا يا حبيبي غصبا عنك تمشي بعد اهل البيت وتلتزم باوامرهم. وقع. هي بعد من؟ بعد انا بعد اهل البيت. انت 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 من اين انت؟ انت انت من اهل البيت. نعم. انت من اهل البيت؟ لا. انت تحب اهل البيت؟ ايوه. وقع يا اخي. بس هذه فيها التزامات ان انا خلاص ما عاد حتى ان انا اوافق على كل حاجه. ايوه اكيد هذا كله في مصلحتك يا ابني. ما دام وانت يمني يعني انت معانا. ايوه الناس ما تمشي الا بالعين الحمراء حق دسع. حق عينك بحلب. ما بعد هذا. ما هو برضاك. وخ فك ايدك. انا ايش اكسرها؟ والله لا اكسرها. والله انا بنحلف. والله ما خرجت. والله لا اخرج. والله ما خرجت. اسمع انا استاذ. اصبر اصبر. لا ما هذا منو هذا بيتفلسف وهو القاوق مش شو دايرين ولا امس. لا زيت يا والله. والله
والله لو اسمعك ياكل معانا ولا والله لا نقرع راسه. انا عاد تصير انت مجنون. ما لك دخل، ما لك دخل، اسكت انت. اسمع يا اخي، انا محترم للسلاح، خلني ازعلي، خلني ازعلي. انت عشت في القريه وقبيلي، خلني امشي. تصدق هذا الملعون؟ ليش ما قتلته؟ ليش ما تقتله؟ يا سيدي ما يصلحش نجبر الناس هكذا كلهم بالغصب. اذا ما جبرناهمش حيدسعونا حيقتلونا. سير اقتله. انا شو اقتله انا؟ لا ولا قوه الا بالله. يا مساء الخير. يا مساء النور. من اول مراعي لكم في البيت؟ ليش؟ ها؟ ليش مراعي لنا؟ موضوع. ايش الموضوع؟ وين كنتم؟ كنا هنا. الناس تغدوا، الناس تعالوا، انتوا قاعدين ما قد وصلتوا تغدوا. ليش؟ كان معكم اجتماعات. مهمومين. اجتماع. ما انا عمل كان. الا الاجتماع حق اصحاب الدكاكين صح؟ ايوه. ايوه مش اتفقتوا، ايش قلتوا في الاجتماع؟ ايش تحاكيتوا؟ ما في، ما مش عارفين ايش سمعنا. ها؟ بانكين. تضلك من ايش؟ من ايش؟ وعدك تسالنا؟ 500 دكان تشتي تهدمهم من اجل تعمل مزار لاجل سيدك حسين؟ مجنون اعقل؟ والله لو بيدي اهدم صنعاء كامل لاهدمها علشان سيدي حسين. سيدي حسين هذا جاء من الرحمن الراحمين، ارسله الله لنا. سيدي حسين هذا فوق صنعاء، فوق اليمن، فوق الكون. طيب واحنا واسرنا ونتشرد؟ انتم حاضرين تموتوا لا يبقى واحد. المفروض تتحمد الله انك تضحي في سبيل انه يكون مزارع، يعني المفروض انت تفتخر امام الناس تقول الحمد لله انه دكاني عيهدموه علشان سيدي حسين. تفتخر تقول الحمد لله ان ابني عيقتلوه على سيدي حسين. الحمد لله ان انا شامت جوع على سيدي حسين، المفروض. يعني انتم ما بش عندكم علم، ما بش عندكم العلم الايماني عندكم ما هوش موجود نهائي. ايش من علم ايماني؟ ايش من خبيط؟ يا 500 اسره تموت جوع، منين يشتغلوا؟ كيف ياكلوا؟ كيف يشربوا؟ لا تكونش تزيد ال ازيد ايش؟ البقبقه. البقبقه مش حلقه. وليش ما جيتوا امس المولد النبوي؟ انا شافعي، والشافعيه المولد النبوي بالطريقه الايرانيه هذا عندنا بدعه. اها انت شافعي وانا بنقول من هو الشافعي. هي اسمع، بالنسبه للشافعي ما فيش عندنا حاجه اسمها شافعي. كيف لغيتوا المذاهب يعني؟ ما فيش حاجه اسمها لا شافعي ولا حنبلي ولا كله زيدي. شافعي زيدي، مذهب زيدي، زيدي. ما يصلح يا اخي، احنا اليمن الوان ومذاهب واحزاب، خلوها شكل واحد. لون واحد، نشتي نخليها لون واحد. طيب انتوا قدام العالم تقولوا للناس انكم متيحين للناس التعدديه وانكم للناس احرار. تلغوا اي مذهب واي. فهمت، رغم ان انت صغير بس فهمت. احنا بنقول قدام العالم، قدام العالم، امام العالم، بس بيننا البين ما يحتاج ان احنا نخبي على بعض. نشتي لون واحد. زيدي. ما تصبرش ما حتقدروش. هذا ما اشتي مديدي بس. وانت ليش ما حضرت؟ انت زيدي ولا شافعي؟ لا زيدي ولا شافعي، انا يمني ابا عن جد. انا يمني قتلتونا. انا يمني انا يمني سعدي مدري ايش بنقول. احنا افضل منكم على الف مره. احنا من قريش حواشي، ما بنتحاكش مثلكم، ما بنقولش. انا يمني تمشي على ما نقول لك. ما تمشيش يا اخي. انا يمني. انا ما خلاص ما اختلفناش، انت يمني. طيب انت زيدي ولا شافعي ولا ايش المذهب؟ ولا اي مذهب، مذهبي على مذهب رسول الله، انا تبع رسول الله، انا امشي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخي فهمه. والله فهمني. هو ايش فهم؟ فهمني ان انا يمني قبل المذاهب وقبل الاختلافات هذه كلها. انت فهم يعني مثلا انا زيدي، يعني لازم انا الدين لازم عن طريق واحد، يعني لازم ندخل على عند الاسلام عن طريق واحد يدخل عن زيدي ولا شافعي. فهمت؟ انت زيدي لانه جدك زيد بن علي، يعني هاشمي. انا هاشمي. شو دخلني معك؟ انا يمني ماشي، ادخل معك. انت يمني بس لازم تقعد تفتخر بجدي. ما افتخر بجدك، انا قد انا اقول لك مع رسول الله، انا مذهبي مذهب رسول الله، وش دخلني معك هاشمي؟ انا شو اقول لك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وعلى اله كسروا فمك. زيدي وعلى اله. قول وعلى اله. زيدي قول وعلى اله. قولوا على اله يا اخي. قولوا على اله. على اله يا معون. اصبر يا اخي، قولوا على ديني مسافه. قولوا على اله. قولوا على اله. لا تني يا اخي، واكسر لك فك. وعلى اله. وعلى اله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله كان زيدي ولا شافعي؟ ها. السلام عليكم. لا سلام عليك ولا كلام. جي يلا.